هل نجحت إيران في ترميم الردع المتصدع؟ هل استشعرت طهران أنها قد تكون تالية على لائحة الإسرائيليين فخطت خطوة استباقية لعلها ترهبهم؟ ففي حرب الردع مقابل الردع، إيران وإسرائيل تلعبان لعبة خطيرة، ملعبها الشرق الأوسط وجائزتها النفوذ الإقليمي، فلمن الغلبة؟ إذا كان الرد اللي تابعناه بالأمس هو الرد إيران الانتقامي على اغتيال نصر الله وهنية ونائب قائد الحرس الثوري، فأن الرد إلى حد ما هزيل ولكنه في الوقت ذاته خطير. لماذا هزيل ولماذا خطير؟ هزيل لأنه من المفترض أن تكون إيران قد ضربت بكامل قوتها وقدرتها على للانتقام، ورغم ذلك لم يسقط قتيل واحد في إسرائيل، وهذا أولا. ثانيا، كان من المفترض أن تقوم بتنفيذ عملية اغتيال واحدة على الأقل، يعني أي شخصية مؤثرة في المشهد الإسرائيلي، حتى يكون في توازن نوعا ما. هلأ لماذا خطير؟ خطير لأن إيران، ومن خلال حجم الانفجارات التي أحدثتها الصواريخ التي تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية، كان حجم الانفجارات واضح أنه محدود، يعني الرؤوس الحربية لم تكن معبأة إلى أقصى طاقتها، أي كان باستطاعة إيران ربما زيادة حمولة الصواريخ لإحداث ضرر أكبر لحظات سقوطها. ولكن يبدو أنها آثرت الحفاظ على سرعة الصواريخ على حساب الحمولة ربما. على أي حال، الرئيس الإيراني كان واضح في تصريحه مباشرة بعد الضربة، وقال بزكشان: نحن لا نسعى للحرب، يقولها دائما على أي حال، والهجوم كان دفاعا عن مصالحنا ومواطنينا، يعني كما يقول المثل العسكري، الهجوم خير وسيلة للدفاع. ويبدو أن إيران مرتبكة إلى حد ما وسط انقسام بين الصقور من جهة والحرس الثوري وجماعة الرئيس بزكشان الذي يعتبر محافظا إلى حد ما. على أي حال، صحيفة نيويورك تايمز قالت أن الحرس الثوري هو من أقنع المرشد علي خامنئي بتوجيه ضربة صاروخية لإسرائيل لإظهار قوة إيران واستعداد إيران لحماية سيادتها، وأن إيران تحملت مرارة ضبط النفس لفترة من الوقت، ولكنها كما يقول خامنئي رأت أن هذا ليس خيارا مناسبا. إن خسارة حسن نصر الله ليست حادثة صغيرة وقد جعلتنا نحزن. سأتحدث قريبا عن قضيتي غزة ولبنان. إن أساس مشاكل المنطقة هو وجود دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدعي السلام والهدوء كذبا. إذا أزالوا شرهم من هذه المنطقة فلا شك إن هذه الصراعات وهذه الحروب ستختفي تماما. كان لافت اليوم تقرير خاص نشرته رويترز نقلا عن مصادر إيرانية بأن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يحتمي منذ السبت الماضي في مكان آمن، خامنئي حذر نصر الله قبل أيام من اغتياله، هذا هكذا يقول التقرير، وطلب منه مغادرة لبنان على أساس أن طهران أكثر أمنا. المهم، تقول رويترز أنه يشعر بقلق عميق، أنه خامنئي يشعر بقلق عميق إزاء التسلل الإسرائيلي إلى صفوف الحكومة العليا في طهران. وهذا حقيقة التقرير يستدعي التساؤل، يعني إذا كان لدى خامنئي معلومات حقا حول التهديد المحتمل لحياة نصر الله ومتخوف من التسلل الإسرائيلي إلى صفوف الحكومة العليا، لماذا أرسل إليه نائب الحرس الثوري عباس نيل فرشان ليلتقيه في بيروت ويقتلا معا في الغارات الإسرائيلية؟ على أي حال، الكرة الآن في ملعب إسرائيل وننتظر حجم الرد المنتظر حتى نتمكن من استشراف حدود هذا التصعيد، بعدما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن من يمس بإسرائيل فسيدفع الثمن، وهذا كان خلال تفقده لفرقة حيتس 3 لمنظومات الدفاع الجوي التي طبعا شاركت في اعتراض الهجوم الإيراني بالأمس، وكان جالانت قد أكد القدرات الدفاعية والهجومية لدى إسرائيل واستند إلى النتائج التي وصفها بالواضحة قائلا أن آخر من أدرك ذلك هو نصر الله على حد قوله. لا نعرف مدى دقة ما يقوله جالانت وصحة كلامه، وخاصة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية شددت على ضرورة التعتيم والتكتم على الضربة وطلبت عدم الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران، والجيش الإسرائيلي حتى قال أن عددا من القواعد الجوية الإسرائيلية تضررت في الهجوم الإيراني، ولكنه أشار في المقابل إلى عدم تسجيل ضرر كبير في البنية التحتية، ونفى الجيش الإسرائيلي المزاعم الإيرانية بشأن إطلاق الصواريخ، صواريخ الهايبرسونيك أو سوبرسونيك التي تفوق سرعة الصوت. ولكن الصور التي وصلتنا تبث سقوط عدد كبير من الصواريخ التي أصاب بعض منها أهدافه. واليوم إسرائيل أمام بنك كبير من الأهداف للرد على إيران، وفي أسئلة كثيرة مطروحة حول هذا البنك.
أكسيوس الموقع الأمريكي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بنحو وصفه بالقوي، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث خلال أيام، وأن كل الخيارات متاحة أمام إسرائيل للرد بما في ذلك المنشآت النووية الإيرانية، وأن الرد قد يأتي عبر استهداف منشآت النفط الإيرانية ومواقع استراتيجية أخرى. وأشار المصدر أيضا إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران قد يشمل تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، فضلا عن عمليات سرية مماثلة لاغتيال هنية. أرحب بضيفي في الاستوديو، المستشار السابق في البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط كاظم الوائلي، ومن طهران الكاتب والباحث السياسي حكم أمهز. أهلا بكما ضيفي الكريمين، أهلا بك معنا أستاذ حكم. سأبدأ معك دكتور قاظم، امبارح أكيد تابعت الهجمات الإيرانية، هل ممكن القول بأنه إيران قامت أو تمكنت من استرجاع أو ترميم صورة الردع لديها قليلا؟ من الناحية التكتيكية لا أعتقد، ولكن من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية السياسية هي أيضا يعني لإعادة ماء الوجه والحفاظ على ماء الوجه. يعني إيران تضررت كثيرا منذ اغتيال هنية في طهران واغتيال حسن نصر الله وكذلك حتى اغتيال قاسم سليماني في 2020. إذن إيران تريد أن تقنع جمهورها وشعبها على أنها قادرة على اختراق القبة الحديدية وكذلك الدفاع عن شعبها والدفاع عن أذرعها، وكذلك تستطيع أن تخترق الدفاعات لمناوئيها وبالذات إسرائيل. إسرائيل تعتبر هي القبة الحديدية، تعتبر هي البنت المدللة وبنت الحبيبة إلى أمريكا ولا إسرائيل، وهي صنع أمريكي وصنع إسرائيلي. يعني وإن كانت هذه الأسلحة تقليدية، ولكن كان لها تأثير كبير في نفس المواطن الإسرائيلي وكذلك في نفس المواطن الإيراني ومن يتبع إيران من الميليشيات. أستاذ حكم، هل في ارتياح اليوم في إيران بعد تنفيذ هذه الضربات أو في قلق حيال طبيعة الرد الإسرائيلي؟ شوفي ميشيل، اصلا اذا شفت امبارح يعني كنت تتابعين، كان هناك تظاهرات في الكثير من المناطق الايرانيه احتفالا بهذه الضربه. يعني الايرانيون هم يؤيدون هذه الضربه، وهناك شيء يجب ان نلتفت اليه وتحدث عنه قائد الثوره سابقا، هو فيما يتعلق بشرف وكرامه الامه الايرانيه من خلال استهداف ضيف على اراضيها. فعمليا هذه العمليه جاءت في وقتها، و يعني حظيت بإجماع تقريبا بشبه إجماع في الداخل الإيراني، خصوصا وأنها تأتي بعد اغتيال هنية، بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، وبعد اغتيال أيضا نيل فروشيان، هو يعني القائد العسكري الذي استشهد مع السيد حسن نصر الله في لبنان. إذا عمليا مجموعة معطيات كانت تؤثر بالمزاج العام، جاءت هذه الضربة إذا صح التعبير لتفرج يعني وتفرح قلوب هؤلاء الناس بخصوص، وترجموه بالاحتفالات التي جرت خلال الليل ونقلت على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزة. طيب سأعود إليك دكتور قادم، يعني حقيقة في الكثير من علامات الاستفهام حول الضربة، أن كانت حقيقة مؤثرة أو غير مؤثرة. لن نغوص في التفاصيل لكن سنغوص في التداعيات. كيف تتوقع اليوم يكون الرد الإسرائيلي؟ البعض يرى بأنه يمكن تم تخفيف مباشرة من الخارجية أو البنتاغون إن لم أكن مخطئة الأمريكية، أنه قللوا من شأن هذه الضربات حتى لربما يمتصوا الغضب أو الرد الإسرائيلي. نعم، كلا الطرفين إيران وإسرائيل يتحاشون الخسائر البشرية، لأن الخسائر البشرية ستكون لها تداعيات يعني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى الجماهير سواء العربية أو الإيرانية أو الإسرائيلية. هذه الشعوب لا تحبذ أن تكون هنالك خسائر بشرية، ولذلك هم حذرين، سواء إسرائيل أو إيران حذرين بهذه المسألة. أعتقد الآن بنك الأهداف الإسرائيلية ستكون أو الضربات الإسرائيلية ستكون مركزة على البنية التحتية الإيرانية. نعم هنالك مفاعل نووية، ولكن مفاعل نووية إذا ضربت ستكون هنالك إشعاعات نووية، إذن العالم سيكون ضد إسرائيل كما حدث في مفاعل 17 تموز في العراق في بداية الثمانينيات، ولحد الآن منطقة التويثة في العراق تعاني من الإشعاعات النووية. بس حتى لو كانت مخزنة تحت الأرض أو في الجبال؟ أنا لست خبير في هذا المسألة، فلذلك لا أستطيع أن أقول شيء، ولكن أعتقد إسرائيل تستطيع قصف
أو ضرب البنية التحتية وبالذات مصافي النفط أو آبار النفط كما فعل. بس هي ضربات مشروعة؟ هذه ليست مشروعة، ولكن هذه حرب. العراق ضرب جزيرة خرج 1987 ضربات كثيرة حتى أنهك الاقتصاد الإيراني، ورضيت إيران بوقف إطلاق النار عام 1988 بسبب اقتصادي وليس بسبب العسكري. إذن هي الحرب حرب، ولا لا يوجد شيء مشروع ولا يوجد شيء شرعي، ولكن هذه هي الحرب. يعني الآن إيران تريد أن تكون في الوجه المنتصر، هذه لأنه جمهورها من البلاد العربية وبلاد الإسلامية يحبون صورة المنتصر. إسرائيل لا تكون بصورة المنهزم، ولكن تريد أن تكون بصورة المظلوم، تلعب على وتر المظلومية لكسب ود أمريكا وكسب ود الغرب. والود معناها شرعية من البرلمانات الأوروبية والكونغرس الأمريكي، وكذلك الأموال والمساعدات بالسلاح. نعم أستاذ حكم، أنا سألتك بالبداية إذا كنتم مرتاحين لهذه الضربة، إن كانت تحقق الردع اليوم لإيران لسبب، يعني اليوم عم نتحدث عن بنك أهداف وضعته إسرائيل تتحدث عن رد مؤلم لإيران، وفي المقابل اليوم الرئيس الإيراني بيسكجان يتحدث بلغة الدبلوماسية من جديد ويتحدث عن أن إيران منفتحة على الدبلوماسية ولا تريد الحرب. قد أكون فهمت السؤال أنه عن الرأي العام الإيراني. لا، شوف، أولا دعينا نقول أن هذه الضربة جاءت في وقتها لأنها تحقق أهداف كثيرة جدا. أهم شيء أنا بتقديري في هذه الضربة، أولا ما أشرت إليه في سياق تقديم بأنها اخترقت المنظومات الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأردن وما إلى ذلك، هذا يعني أن إيران تمتلك تكنولوجيا متقدمة ومهمة. وأنت تعرف، يعني أشرت إلى أن شهدنا عشرات الصواريخ تسقط في الكيان الإسرائيلي. النقطة الثانية والأهم، هذه الضربة أعادت خلط الأوراق في المنطقة. الإسرائيلي أعلن وتحديدا نتنياهو أنه يريد شرق أوسط جديد. شرق أوسط جديد تقوده إسرائيل، يعني هو قال أنه سيكون هناك تحالفات في المنطقة جديدة ومتغيرات استراتيجية في المنطقة، لأن إسرائيل قوية. استخدم هذه الجملة لأن إسرائيل قوية عمليا. طيب إذا كان يريد تشكيل شرق أوسط جديد، فأين هي الدول الأخرى في هذه المنطقة؟ حتى نتحدث عن إيران، عن تركيا، عن دول أخرى، وأين هو الدور المصري الكبير؟ وأين هل سألت إيران عن أين هي الدول يا أستاذ حكم؟ هل سألت إيران، خلينا نحكي بموضوعية، هل سألت إيران عن دول المنطقة عندما قامت بتسليح ميليشيات في دول ذات سيادة؟ عمالك. أولا في سوريا دخلت بطلب من الحكومة السورية، الآن تقبلون بأنها حكومة شرعية أو غير شرعية؟ هذا الأمر الحكومة السورية منتخبة. يعني لبنان أصلا دخلت إيران وقدمت الدعم لي في عندما لم يكن هناك دولة في لبنان. تذكرين وأنت لبنانية، تذكرين في الحرب الأهلية لم يكن هناك دولة في لبنان. اجتاحت إسرائيل لبنان سنة 1982، ولم يكن هناك من أحد يساعد الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. قامت إيران بدعم المقاومة وحققت المقاومة هذا الإنجاز. في العراق لم تدخل إيران إلى العراق بدون طلب العراقي. أنا لم أكن مخطئة، ما كان في حزب الله ب82. كان هناك المقاومه، المقاومات هي مجموعه، كان هناك مجموعات تسمي نفسها مجموعات اسلاميه. طيب بس ما كان بطلب من الحكومه اللبنانيه، حركه الجهاد وما الى ذلك. لم يكن هناك حكومه لبنانيه، كانت الحكومه اللبنانيه منقسمه في ذلك الوقت، حكومة ميشيل عون وحكومة سليم الحص ومخصوم الدولة اللبنانية في ذلك الوقت، لم يكن هناك دولة. طيب. المهم أن هناك كان اجتياح وقدمت إيران المساعدة. يعني هل عندما يكون هناك حاجة قدمت الحاجة، لم تتدخل إيران في لبنان، قدمت طيب. المساعدة وحققت إنجازا عظيما. عمليا هناك الكثير. طب الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في كل شغلة كبيرة في دول العالم، سواء كان على مستوى الأنظمة أو على غير مستوى الأنظمة. المهم نعود إلى سؤالك. أنا بتقديري أن ما حققته هذه الضربة شيء كبير جدا. الآن الإسرائيلي إذا أراد أن يرد، هناك قرار إيراني بالرد.
إذا كان هناك رد ورد مضاد، إذن عنا نحن الآن على نصبح على فوهة بركان، لأنه لن يقبل محور المقاومة على رأسه إيران بأن يتشكل شرق أوسط جديد كما يراه الأمريكي والإسرائيلي، وكما حصل كما كانت تريده كوندوليزا رايس عام 2006. وأيضا بطبيعة الحال الإسرائيلي والأمريكي لن يسمح للمحور المقاومة بأن يشكل شرقه الأوسطي مثل ما يريد. فلذلك نحن أمام التصعيد في المنطقة، وبطبيعة الحال الوضع القائم الآن القائم على فوضى في القانون الدولي، ولا يحكم العالم بطبيعة الحال إلا القوة، يعني من هو من لا يملك القوة يسحب. فلذلك هناك توازنات بالقوة إن صح التعبير، فكل يلعب بأوراقه، بأوراق القوة لديه، ويلعب بأوراق الضعف لدى الآخر. طيب، إلى أين تتجه الأمور؟ علينا أن ننتظر. أستاذ قادم، هل يعقل أنه أمريكا لا تريد فعليا أو لا لم تعد تريد وجود هذا النفوذ الإيراني ووكلائه؟ لأنه يعني تحديدا ما عنده كان مانع بتسليم العراق بعد ما خرجت للجانب الإيراني، تركته يتمدد في سوريا ولبنان، يعني كان عندها القدرة العسكرية والسياسية لمنع وصول النفوذ الإيراني إلى 4 دول 4 عواصم. يعني اليوم هل فعليا صار في قرار امريكي بهذا الشان، ام انه اسرائيل حقيقه هي من جرت الولايات المتحده الى هذه المرحله؟ نعم، اعتقد اسرائيل هي التي جرت الولايات المتحده، وايران ايضا جرتها اسرائيل الى هذه المعارك لحرب الاستنزاف، وور اوف اتريشن. ولكن الولايات المتحده لا تهتم بتواجد ميليشيات او بتواجد التمدد الايراني اذا ما كانت هنالك تهديد الى مصالحها. الان ايران امريكا تعتبر اسرائيل هي مصلحه من مصالحها، جزء من مصالحها، ويجب على امريكا هذا حسب المنظور الامريكي ان تساهم بهذه الحرب اذا كانت حرب شامله. ولكن لحد الان اسرائيل تستطيع ان تدافع عن نفسها، وايضا هي تنتهج استراتيجيه الهجوميه وليست الدفاعيه. اسرائيل ضربت تستطيع الدفاع عن نفسها، يعني ما عم نشوف التدخل امريكي وفرنسي وعدد من الدول، يعني بهجمه او هجمتين من ايران كان في تحالف يعني للدفاع عن اسرائيل. اكيد من المؤكد، يعني اعطيك مثال، الكونغرس الامريكي، الجمهوريين والديمقراطيين يكرهون بعضهم البعض. لو كانت هناك شرعية لحمل السلاح لحمل السلاح وضربوا بعضهم البعض، ولكن عندما تأتي المسألة إلى إسرائيل يتوحد شيء مقدس، لأن هذه العقيدة الإنجيلية الإفنجيليكالز الأمريكان هم يعتبرون أن هذه أرض الميعاد، ويعتبرون أن إسرائيل دولة مستقلة ولكنها مظلومة وتعيش ما بين الوحوش. هذا مقتنعين الجانب الديمقراطي والجمهوري. إذن هي جزء من المصالح الأمريكية إلا إذا لم تكن البنت المدللة إلى أمريكا وكذلك أوروبا. الإسرائيليون وبالذات نتنياهو دائما يلعب على طرف المظلومية وعلى طرف أننا بين وحوش وبين هذا المجتمعات التي تريد تمحي مدينة تمحي دولة إسرائيل من الوجود. ولذلك الأمريكيين يتعاطفون مع إسرائيل، وأيضا الأوروبيين وبالذات الاتحاد الأوروبي المتمثل بفرنسا وألمانيا. دكتور قادم عم بيقول أنه اليوم إسرائيل تلعب دور المظلومية، يعني لربما لاستجلاب الدعم الأمريكي والأوروبي. طب ما الدور الذي تلعبه أو تريد أن تلعبه حقيقة إيران في هذه المرحلة؟ شوفي، اولا دور المظلوميه هي تلعبه منذ فتره طويله، منذ ما يعني ذريعه الهولوكوست، ولا تزال تلعب هذا الدور حتى الان. ولكن اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تدعمها على هذا الاساس، انما تدعمها لان هناك لوبي صهيوني في الولايات المتحده الامريكيه له تاثيرات. اما بالنسبه الى ايران، لا، هي تلعب دور اخر، هي تلعب دور المدافع عن المظلومين في هذه المنطقه، المدافع عن حقوق الفلسطينيين تحديدا. ولاحظنا أنها تدفع أثمانا، يعني بخلاف إسرائيل، إسرائيل تلعب دور المظلومية وتأخذ الأموال والدعم والمساعدات ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، إنما أيضا من دول كثيرة ومن بينها ألمانيا. أما إيران لا، في العكس تماما، هي تدفع أثمان مقابل موقفها الداعم للفلسطينيين وحقوقهم في التحرر من الاستعمار الإسرائيلي. فهي محاصرة منذ عقود، ومفروض عليها عقوبات، ويعني لديها أصبح تضخم مالي وأزمة اقتصادية كما تعرفون. وهي هذا الدور الذي تلعبه، تلعب دور أن تكون مساندة
وليس لا تلعب دور المظلومية ولا تلعب دور أيضا المغرور الذي يحاول أن يحقق إنجازات ما على على حساب أو على على آلام الشعوب في المنطقة. شو رأيك أستاذ دكتور قاسم، هل فعلا إيران تلعب هذا الدور؟ إيران تلعب دور المنتصر دائما، وهي مسألة ثقافية، يعني المسألة الثقافية، ثقافة الشرق الأوسط دائما لا يريد أن يكون مظلوما، دائما يكون منتصرا ويكون قويا. إيران نعم هي تدفع بالأموال الكثيرة إلى أذرعها في منطقة الشرق الأوسط، ولكن هذا حتى تكون هي الجزء من أي شيء يحدث في الشرق الأوسط، يعني دائما إيران أن تقحم نفسها حتى يكون لها مكان في الشرق الأوسط، سواء من الناحية الدبلوماسية أو من الناحية العسكرية. يعني لننظر الحرب في غزة، إسرائيل وغزة، الدول العربية أرادت أن تحلها من الناحية الدبلوماسية مثلا أو الناحية السياسية، إيران وأذرعها دخلت من الناحية العسكرية، وكانت هنالك يعني تداعيات كثيرة على المنطقة وبالذات على الناس في غزة، وكذلك المواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان. بس عذرني دكتور، أن البعض يرى بأنه اليوم وظفتها الولايات المتحدة لتلعب دور الفزاعة في المنطقة، حقيقة تكون البعبع بالنسبة للدول العربية. يعني حتى اليوم عندما نتحدث عن مسألة التلويح بالنووي والتهديد بالنووي، يعني حتى في علامات استفهام انه اين هذا المشروع، يعني من مشروع إيران حقيقة في المنطقة وفي هذا الشرق الأوسط الجديد اللي عم يتنازعوا عليه إسرائيل وإيران. نعم، ممكن تكون نظرية صحيحة، ولكن أنا أختلف مع النظرية. يعني الولايات المتحدة قتلت الابن المدلل إلى الخامنئي ترامب رئيس الولايات المتحدة، يعني وإن كانت نعم معك، يعني ولكن لماذا تكون بعبع لخيف الدول العربية؟ الدول العربية لها علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة، علاقات سياسية واقتصادية وحتى علاقات عسكرية وتعاون عسكري واستخباراتي، إذن لماذا تأتي بإيران لتكون فزاعة أو بعبع؟ وإيران بالذات لها اختلاف ثقافي واختلاف مذهبي، وإن كانوا مسلمين ولكن الاختلافات الثقافية والمذهبية تحد ما بين إيران والدول العربية. يعني أنا مرحلة من المراحل لعبت هذا الدور، ممكن يعني بالعراق أو عن طريق العراق، ولكن لعبتها بذكاء لأنها هي غضت الطرف لما دخلت الولايات المتحدة إلى أفغانستان وإلى العراق، وهي كانت في الوسط، يعني أرادت أن تستفاد من الطرفين من الناحيتين، وأن تواجد الأمريكان ما زال أنت لا تصل إلى أراضيي فأنا أغض الطرف عنك. تلك الفترة كان هنالك مو تحالف، كان هنالك يعني بأيام خاتمي كانت هنالك تفاهمات ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن نظرية المؤامرة أن تأتي بإيران وتعطيها السلاح النووي وكذا وكذا، إيران تريد السلاح النووي للدفاع وديمومة نظامها، الدولة النووية لا أحد يستطيع أن مسها، لننظر إلى كوريا الشمالية بالضبط، عندها السلاح. لو كان ممكن اليوم تكون خيار فعليا، يعني عم بتشوف في حرب وجودية اليوم إن كان بالنسبة إسرائيل أو بالنسبة لإيران، هل يكون السلاح النووي خيار الردع الأخير؟ تعلن إيران أنه عندها القنبلة؟ إذا أعلنت عندها القنبلة ستضرب، وكذلك يجب أن يعني تعطي البرهان كما كانت باكستان والهند أعطوا البرهان على أنهم يملكون القنبلة النووية، وباكستان دخلوا والهند دخلوا رسميا في نادي الدول النووية. إيران لحد الآن ليست لديها، أنا لست خبير بالأمور النووية، ولكن ليست لديها القدرة على يعني صنع القنبلة في القريب العاجل، ربما سنة سنتين وثلاث سنوات، ولكن ستكون هنالك عواقب لها من خلال الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل للحول دون صنع هذه القنبلة النووية. أستاذ حكم، بدها بقى للحجز دقيقتين معك، بدي أتعلق على هذه النقطة لأنه اليوم في الكثير من التقارير أو حتى يعني التحليلات فيما يتعلق بالخيارات الإسرائيلية، وعلى رأسها في دعوات حتى في الداخل الأمريكي لضرب المنشآت النووية الإيرانية. عفوا، فقط أنا بدي أعقب على ما قاله الضيف الدكتور قاسم حول موضوع أنه إيران يعني تريد أن تسيطر وتهيمن على المنطقة. أنا نحن درسنا وندرس العلاقات الدولية دكتور، لا هو ما قال هذا، لكن العلاقات الدولية تقوم على أساس المصالح. أنا لم يقل هذا الشيء، أنا سمعت كأنه قال أنه يعني إيران تريد أن تسيطر وتهيمن، بالعكس دافع عنكم من خلال أزرعها. ممكن، لأنه إذا كنت أريد أن أقول
لا أنا كنت أريد أن أقول أنه إذا كانت إيران تريد أن تسيطر وتهيمن على المنطقة فيمكنها أن تضع يدها بيد الإسرائيلي والأمريكي والسلام عليكم ورحمة الله، تسيطر على المنطقة كما كان الشأن. بالنسبة إلى سؤالك، شوفي موضوع المنشآت النووية موضوع حساس جدا، ومن قال أن إيران لا تمتلك أسلحة استراتيجية وأسلحة مهمة؟ إذا تجرأ الإسرائيلي، يعني هل أن إيران ليس لديها قوة، ليس لديها أسلحة يمكن أن تدافع عن نفسها، ليس لديها إمكانية لحماية منشآتها النووية وغير النووية؟ إذا كان هذا الأمر سيذهب بالإسرائيلي إلى استهداف المنشآت النووية، المخاطر التي أشار إليها دكتور قاسم هي مسائل قائمة، ولكن أليس بقدرة الإيراني ومحور المقاومة أن يقوم باستهداف المنشآت النووية والنفطية والمؤسسات الحيوية في الكيان الإسرائيلي؟ أنت تعرفين أن ضوابط اللعبة الآن هي أن هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهناك قواعد اشتباك بين الأطراف كافة، كما هو الوضع كان في على حدود اللبنانية تقريبا. ولكن إذا انفلت الأمر ولم يعد هناك يعني سقوف للمعركة عذر الوقت لأنه يدهمنا وقت الحجز يمكن أن نتحدث عن أي شيء. سأترك الكلمة لدكتور كاظم، ولكن مضطرة أشكرك لأنه انتهى وقت الحجز. شكرا ضيفنا من طهران الكاتب والباحث السياسي حكم أمهز، وسأعطي الفرصة لدكتور كاظم ليرد على هذه النقطة لأنه حسيت عنده اعتراض على مسألة إمكانية وقدرة إيران ووكلائها بضرب المنشأة النووية الإسرائيلية كنوع من الرد. نعم، إيران لديها القدرة وليست لديها السلاح المتطور. الأسلحة الإيرانية وأسلحة ميليشياتها وذات الحوثيين أسلحة هي تقليدية، يعني من صنع الثمانينيات، أكثرها هي من الحقبة السوفيتية، ولذلك إيران لديها القدرة ولكن ليس القدرة على تدمير المفاعل النووية الإسرائيلية. حاول العراق في 1991 لتدميرها في صحراء النقب وانتهت الصواريخ في صحراء النقب. إذن إيران لديها القدرة على الهجوم ولكن ليست لديها تلك الأسلحة المتطورة لإحداث تلك الخسائر من الجانب من الطرف الإسرائيلي أو على الأراضي الإسرائيلية. دكتور شكرا جزيلا على حضورك معنا في الاستوديو، والمستشار السابق في البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط كاظم الوائلي، شكرا جزيلا لك على حضورك. شكرا.